أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا فيديو تعريفي لمادة التربية الوطنية. في هذا الفيديو سنقوم باستعراض أهم المحاور التي سنقوم بدراستها وشرحها خلال الفصل الأول. لابد أن نعرف بداية أن هذا الكتاب يتألف من وحدتين، تميز محتوى كل منها بالتنوع في أساليب العرض. كتاب التربية الوطنية يتحدث عن المشاركة في الحياة العامة، ويتضمن الكتاب كثيراً من الأشكال والصور والأنشطة التي سنعزز من خلالها مهاراتنا الأساسية، مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات واستخلاص النتائج والتقصي والبحث. وقد روعي خلال تأليف هذا الكتاب أننا نريد أن نوظف المهارات التواصل مع الآخرين، العمل الجماعي، وأيضاً يجب أن نطبق ما نرى في هذا الكتاب من تطبيق إيجابي يسهم في تطوير المجتمع، يعزز تماسك النسيج الأردني من خلال العدالة وسيادة القانون. وقد تضمن هذا الكتاب أيضاً أسئلة متنوعة سترون أنها بمستويات مختلفة تراعي كل منكم. بداية دعونا نتحدث عن الوحدة الأولى. كما تلاحظون التربية الوطنية والمدنية، هذا هو العنوان. الفكرة العامة في هذه الوحدة أن الوطن يجمع ولا يفرق ويوحد الناس على حبه والانتماء له والتفاني في العمل لرفعته والدفاع عنه. هذه هي الوحدة الأولى التي سنناقش خلالها التربية الوطنية والمدنية، المفهوم والدلالة. في هذا الدرس سنتعرف إلى الفرق بين التربية الوطنية والتربية المدنية. أيضاً سنقوم بمناقشة أهمية التربية الوطنية والمدنية، أهداف هذه التربية، وأيضاً سنعرض بعض القضايا التي من خلالها ستقوم أنت بطرح واقتراح الحلول لها. سنعرف أيضاً دلالات التربية الوطنية والمدنية وممارساتها، وأيضاً ننتقل بعدها إلى المراجعات. وكما يظهر أمامكم في الدرس الثاني سنتحدث عن هوية الأردنية. عندها سنعرف من هو الشخص الأردني الذي يعتز بهويته الأردنية بانتمائه الحقيقي لهذا الوطن، والذي يقدم مصلحة الوطن الأردن على المصالح والاعتبارات. سنتعرف إلى مفهوم الهوية الوطنية. أيضاً سنعرف أيضاً كيف يكون الانتساب إلى الوطن، ونتعرف أهم الأماكن وما هي المتطلبات لتكون أردنية، أي الحماية وقبول الآخرين وإتاحة الفرص للمشاركة في صنع القرار، الكثير من الأمور التي سنطرحها خلال هذا الدرس. بعد ذلك عزيزي الطالب سننتقل إلى الدرس الثالث، وهو المواطنة. المواطنة هنا نعني أننا سنقوم بعرض مفهوم المواطنة والانتماء، وما هو الوطن، المواطن، كيف نعبر عن هذه المفاهيم، العلاقة بين المواطن والدولة، والكثير من المفاهيم التي تتعلق بهذه الوحدة. ننتقل بعدها إلى مفهوم مهم وهو الديمقراطية، كيف أن الأردن يشكل نموذجاً للتعددية السياسية والاحترام للقوانين الديمقراطية والحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى بنيته الاقتصادية الحرة والمتحررة. سنعرض مفهوم الديمقراطية، وأيضاً سنعرض بعض القضايا التي أنت ستقوم باقتراح الحلول إليها. ومن الطبيعي أن في آخر الوحدة سيكون هناك مراجعات، وسيكون أيضاً هناك
الكثير من التقويم الذاتي. وكما يظهر أمامك على الشاشة، فهنا ستكون الوحدة الثانية، المشاركة في الحياة العامة. وكما تلاحظون أن المحتوى يتحدث عن الدستور الأردني وسيادة القانون، المشاركة في الحياة العامة، الانتخابات، الأحزاب السياسية، الأخلاق والسياسة، أردن المستقبل. لاحظوا معي أن الفكرة العامة لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية. في الدرس الأول الدستور سنتعرف إلى مفهومه وأهميته، نتعرف إلى الفصل بين السلطات وتطور الدستور الأردني سيادة المفهوم، قمنا بالمرور على هذه المادة في مادة التربية الوطنية للصف الثامن، المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخابات. في الدرس الثاني المشاركة في الحياة العامة، كيف تكون المشاركة، وسنعطي بعض الأمثلة من الحياة المدرسية وبعض المواقف المدرسية التي نشارك من خلالها في الحياة العامة. بعد ذلك سننتقل إلى درس الانتخابات التي تبدأ من الغرفة الصفية، فالمجتمع الأكبر والأكبر والأكبر. سنتعرف إلى مراحل تطور قانون الانتخاب في الأردن، الهيئة المستقلة للانتخاب. الأحزاب السياسية أيضاً هي موضوع الدرس الرابع. في هذه الأحزاب سنعرف تاريخ هذه الحياة الحزبية في الأردن، وأيضاً بعض البطاقات المقتبسة من قانون الأحزاب، وبعض الأمور والمعاهدات والاتفاقيات التي تضمن وجود الأحزاب السياسية. أيضاً ننتقل إلى الأخلاق والسياسة، سنعرف مفهوم السياسة، مفهوم الأخلاق، الفضيلة، سنعرف المؤسسات الوطنية لضمان النزاهة ومكافحة الفساد. في آخر هذا الفصل سنناقش سوية أردن المستقبل، التحديات التي تواجه شباب المستقبل، الشباب والمشاركة السياسية. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بشرحه ومناقشته خلال هذا الفصل. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.